من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عظم حتى امتنع على العقول أن تتصوره، وظهر حتى استحال على البصائر أن تنكره، وخفي حتى دق على الأوهام أن تتوهمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار. اللهم صلِّ وسلِّم على سيد أنبيائك ورسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وعلى سيد الأوصياء من بعده أبي الحسن والحسين عليه السلام، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام، وعلى حجج الله في الأراضين المجتبى الحسن عليه السلام، وسيد الشهداء بعبد الله الحسين عليه السلام، والسجاد علي، والباقر محمد، والصادق جعفر، والكاظم موسى، والرضا علي، والجواد محمد، والهادي علي، والعسكري الحسن، صلاة تبلغ زينة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم صل وسلم على البقية من الأوصياء المرضيين، والنور المستور، والنصر المذكور، واللواء الحق المنشور، سيدنا ومولانا أبي القاسم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وجعلنا من أنصاره وأتباعه وشيعته وأوليائه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وأصلح شؤونهم، واكفهم بغي الباغين وظلم الظالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، أكرر سلامي عليكم، فأقول سلام عليكم. رب رحيم غفور، رحمة منه وبركات، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابي سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، نحن في المرحلة الثانية من برنامج الزيارة للموالي الصادق والمحب الحقيقي للإمام الحسين عليه السلام. نحن قد دخلنا وأردنا الزيارة للإمام الحسين عليه السلام، وقلنا أن من جملة المقاصد المهمة في هذا المسير وهذه الزيارة هو أن نجدد الولاء والعهد والبيعة مع الإمام عليه السلام، وبينا معنى تجديد العهد أنني أخاطب الإمام الحسين عليه السلام وأقول له أنني سأمضي على مسيرتك وسيرتك وموقفك وأخلاقك وجهادك، وسأحافظ على ثورتك وحركتك الإصلاحية مهما كلف هذا المسير من تضحيات ومشاق. هذا عهد، ولكن المهم الوفاء بالعهد للإمام الحسين عليه السلام. كيف نكون من الموفين بعهدنا مع الإمام الحسين عليه السلام؟ أقرب إخواني المقصود من هذه الفكرة. يمر عليكم بعض الأحاديث، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا التعب والعناء. شنو معنى هذا الحديث؟ كأنه الآن الصيام كعبادة فيها الكثير من المعطيات والثمار العظيمة الدنيوية والأخروية. أحياناً الصائم لا يحصل، لا يؤدي هذه العبادة بالصورة التي توصله إلى قطف هذه الثمار. صلاة، هذه الشعيرة اللي هي عمود الدين، معراج المؤمن، قربان كل تقي، كل واحد منا يؤدي هذه الصلاة وتعرج. الصلاة معراج المؤمن، هل أن صلاتنا تعرج بأرواحنا إلى الملكوت الأعلى أم لا؟ هل صيام صلاتنا هي فعلا قربان للتقوى أم لا؟ كثير من المصلين للأسف يخسر هذه الثمار والمعطيات العظيمة الدنيوية والأخروية لأنه لا يلتزم ببعض الشروط والمقومات التي توصله إلى قطف الثمار العظيمة. الزيارة كذلك فيها ثمار عظيمة إن استطعنا أن نصل إلى الصفات والخصال التي ذكرناها والمقومات المطلوبة أثناء الزيارة.
أمكننا أن نصل إلى الثمار العظيمة اللي هي الحفاظ على الإسلام بعد الثورة الحسينية التي توجب لنا الجنة. الجنة مو قطرة أي واحد يأخذها بعمل بسيط يأتي به من قشوره وظواهره فقط، بل حينما يأتي بجوهره وروحه التي توصل إلى هذه الثمار، نعم حينئذ ستقود الزيارة إلى الجنة مباشرة، وتكون الطرق سالكة وسهلة إلى الجنة. نأتي الآن إخواني، وصلنا إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام، سنأتي ونزور. تفتوا إخواني، كيف نزور الإمام الحسين عليه السلام بحيث يوصلنا إلى هذه المرتبة؟ هناك 5 مقامات. تفتوا إخواني، نحتاج إلى وقفات حسينية ولائية عند زيارة الإمام الحسين عليه السلام. شنو معنى الوقفة الولائية عند الزيارة؟ بها 4 أمور. الأمر الأول هو الفهم والوعي لمعاني الزيارة، ألفاظ الزيارة. الثاني التفاعل العاطفي والروحي والوجداني مع الزيارة. قد يكون كثير منا يقرأ ألفاظ وهو غافل بقلبه وروحه ووجدانه وعاطفته عن معاني الزيارة، لا يتفاعل معها. معرفة ووعي، تفاعل، ثم ولاء صادق وبراءة حقيقية. رابعا الوصول إلى مقام الإتيان بمنهج الإمام الحسين عليه السلام، وأن يكون الإمام سلام الله قدوة، نسير بسيرته، نسلك سلوكه، نتخلق بأخلاقه، نقف مواقفه التي وقفها للحفاظ على نهج الإسلام. هذه الوقفة الحقيقية. نأتي الآن إخواني، 5 مقامات عند الزيارة لابد أن نلتفت إليها ونتوقف عندها، وسأذكر هذه المقاطع في زيارة 40 وهي موجودة. تفتوا إخواني، هذه المقامات موجودة في بقية الزيارات، لكن نحن في زيارة 40 نذكر هذه المقامات في زيارة 40. المقام الأول هو مقام معرفة الإمام. الثاني هو مقام المحبة والاعتراف بالمقام والمنزلة للإمام. الثالث مقام الولاء والبراءة. الرابع مقام الاتباع والتسليم. الخامس مقام النصرة والتضحية. أول واحد، نأتي إلى مقام معرفة الإمام. وشوي التفتوا إخواني، أدنى معرفة الإمام وأدنى معرفة حق الإمام. اثنين، معرفة حق الإمام أوسع من معرفة الإمام. لاحظوا بالزيارة في الحديث، دققوا في المعنى، من زاره فقط وجبت له الجنة؟ لا، الحديث ماذا يقول؟ من زاره عارفا بحقه هذا وجبت له الجنة. معرفة الحق أوسع من معرفة الإمام. معرفة الإمام النقطة الأولى، المقام الأول، ثم تستتبعه مقامات 4. إن جمعنا ووفينا بهذه المقامات 5، حينئذ عرفنا حق الإمام وأدينا لوازم حق الإمام. نأتي الآن إلى المقاطع الموجودة في الزيارة. شنو المقصود الآن في الزيارة؟ تلاحظون في جميع الزيارات هناك عبارات موجودة في جميع الزيارات. حينما في زيارة 40 الآن، السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه. هذه العبارات وما شاكلها، شنو المقصود منها؟ أول ما تبتدئ بالزيارة هذه العبارات، هذا المقصود منها أن تعرفك الزيارة جلالة قدر الإمام عند الله تعالى وعظيم مقامه وسمو منزلته عند الله تعالى. إذا عرفك معرفة هذه المنزلة والمرتبة عند الله تعالى الإمام، من أين جاءت هذه المرتبة والمنزلة للإمام؟ ليش الشخص محمد بن عبد الله اختاره الله تعالى نبي، حسين بن علي اختاره الله تعالى لهذا المقام، الحسن عليه السلام بقية، لماذا هؤلاء الأشخاص مثلنا؟ هؤلاء بلغوا
أعلى مراتب العبودية لله تعالى، بلغوا أعلى مراتب الإخلاص لله تعالى، بلغوا القمة في سمو الصفات ومحامد الصفات. هؤلاء ذابت ذواتهم في حب الله تعالى، هؤلاء بلغوا من عظيم خشيتهم لله تعالى أنه ينسى ذاته حينما يقف في ساحة العز والقدس والجلالة لله تعالى. وتقرؤون أمير المؤمنين في صلاته ينزعون النصل من قدمه، هؤلاء حينما بلغوا القمة ذوبان الذات في حب الله تعالى، حتى أنهم قدموا أعظم التضحيات وتحملوا أقسى المعاناة والمعاسي والآلام في سبيل أن يحافظوا على رسالة السماء، لأنهم ذابت ذواتهم في حب الله تعالى، بلغوا العظمة في الخشية من سلطان الله تعالى والمعرفة بقدرته، حتى أنهم ينسوا ذواتهم حينما يقفون في مقام ساحة القدس والعزة والعظمة لله تعالى. قدموا كل ما لديهم في سبيل الحفاظ على هذه الرسالة. هذه الصفات، هذه المقومات جعلت لهم هذا المقام العظيم عند الله تعالى. علينا أن نستذكر هذه الأمور، ثم بعد ذلك هذا المقام الذي جعلهم يؤدون مهمتهم على أفضل وجه في تبليغ الرسالة وحمل الناس إلى ما فيه صلاحهم وكمالهم. فترى في الرسالة في المقطع الثاني يقول: وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذاد، وأعطيته مواريث الأنبياء، وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء. ثم يقول: وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء، فعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. من أجلنا، من أجل هدايتنا. إخواني لو تتأملون ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام ولبيته، وليتصور كل واحد منا ما يجري عليه كما جرى على الإمام الحسين عليه السلام، وأشدها رحلة السبي. ليتصور الواحد منا نساؤه، أمه، زوجته، أخته، يعرضون في الشوارع أمام أنظار الناس ويهانون ويذلون في سبيل هذه الرسالة. كيف سيتحمل هذا الأمر؟ هؤلاء المعصومون، هؤلاء أدوا هذه المهمة من أجلنا، من أجل الحفاظ على ديننا وإنقاذنا من حيرة الجهل والضلالة، بلغوا هذا المقام. علي أن أستذكر حينما أقرأ هذه العبارات، أستذكر هذه المعاني. هذه المعرفة لوحدها لا تكفي، معرفة بمنزلة الإمام المستندة إلى الحجة والأحاديث والدليل والمرهان لا يكفي، لا بد أن يتفاعل قلبي، وجداني، روحي تتفاعل مع هذه المعرفة، فأصل بقلبي إلى المحبة الخالصة للإمام الحسين عليه السلام ولأوليائه، ولا أدع مساحة صغيرة في القلب لمحبة أعدائه. إخواني التفتوا، أحياناً الواحد منا في نصف قلبه يحمل محبة الحسين، وفي النصف الآخر يحمل محبة أعدائه أو البعيدين عن منهجه. هذه المعرفة الدقيقة الواعية التي تجعل قلوبنا مملوءة إلى آخرها بمحبة الإمام الحسين عليه السلام، بعد والبغض لأعدائه ولكل من لا يسير الذي يكون في صف الأعداء الإمام الحسين عليه السلام. هذه المحبة تتفاعل مع المعرفة، محبة التي ذكرناها، طبعا محبة الإمام، محبة منهجه، محبة مبادئه، السير على هذا النهج لابد أن تصل بنا إلى مقام الولاية له ولأوليائه والبراءة من أعدائهم. هذا شيء آخر. ما معنى هذه الولاية؟ هل كلنا موالون؟ إخواني لدينا ثلاث مراتب كما في بعض الرواة، هناك محب، هناك موالي، هناك شيعي. عندنا محبة، عندنا موالاة، عندنا تشيع.
يختلف، هذه المقامات تختلف. لابد أن نصل بعد المعرفة والتفاعل القلبي والعاطفي مع الإمام على ضوء منزلته أن نصل إلى مقام الموالاة له. ما معنى مقام الموالاة؟ أن نعتقد بأن ولايته امتداد لولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، وولاية رسول الله امتداد لولاية الله تعالى. أعداؤه في أي زمان هو امتداد لعداوة رسول الله صلى الله عليه وآله، وامتداد لعداوة الله تعالى. لذلك لابد أن نفرز بدقة بين أن من يسير على خط الموالاة للإمام الحسين عليه السلام فنتبعه، نأخذ بمنهج الإمام الحسين في جميع مجالات الحياة، مو نأخذ بالصلاة والصوم والعبادات من الإمام ثم في بقية المناهج نأخذ من غيره ومن أعدائه وممن لا يسير على نهجه. هذه ليست الموالاة والبراءة الحقيقية. ثم بعد مقام الموالاة نأتي الآن على نقطة مهمة، كما في أذكر هذه المقاطع التي وردت في الرواية بعد المحبة: اللهم إني أشهدك، تفتوا إخواني، اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عداه. أشهدك اعتراف، لابد أن يكون هنا اعتراف صادق أنني أعترف يا إلهي بهذا المقام والمنزلة للإمام سلام الله عليه. ثم يأتي بعد الاعتراف ولي لمن والاه، بمعنى الموالاة الحقيقية، وهو الاتباع في جميع مجالات الحياة لمنهج الإمام الحسين عليه السلام. يعني العلوم أخذها منهم، العمل أخذه منهم، السلوك أخذه منهم، الأخلاق أخذها منهم، المواقف منهم، العادات، العواطف، المشاعر، الوجدان، كل شيء في حركة الإنسان أخذه منهم ولا أخذه من أعدائهم. أي شيء من هذه الأمور من أعدائهم أتركه وأتجنبه بعد أن تكون لدي مرحلة السخط والكراهية والبغض لهذه الأمور. هذا المقطع الآخر: ثم بعد ذلك وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني. ما معنى هذه العبارة؟ أنني يا أبا عبد الله مصدق خاضع بهذا المقام لكم. هذا الخضوع الذي يستتبع الخضوع لمبادئكم ومنهجكم في الحياة والاتباع لها. لاحظ ما معنى بشرائع ديني: أشهد أني بكم مؤمن مصدق خاضع مذعن لمقامكم. ثم بعد ذلك وبإيابكم موقن بشرائع دين وخواتيم عام. شرائع الدين، هذه الطرق التي وضعتها رسالة السماء في جميع مجالات الحياة، أنا أأخذ بأجمعها لا أترك شيئا منها. ثم بعد ذلك لاحظ العبارة: وقلبي، تفتوا لهذه العبارة مهمة، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. ما معنى سلامة القلب لقلب الإمام؟ لاحظوا العبارة: قلبي سالم لقلبكم، لقلب أبا عبد الله. ما معنى ذلك؟ حينما أتي إلى الإمام الحسين عليه السلام قلبي طاهر من كل شيء يبغضه قلب الإمام الحسين عليه السلام، قلبي سالم من الحسد، من التكبر، من الحقد، من الغل، من المكر، من العجب وغير ذلك من هذه الصفات الذميمة. وأيضا في نفس الوقت إني سلم، تفتوا إخواني العبارات، إني سلم لمن سالمكم. هناك، تفتوا بدقة إلى هذه المسألة، هناك من يسالم الإمام الحسين عليه السلام، أنا علي أن أكون سلم له. القيادة الصالحة الحقيقية التي تقود الأمة، الذين هم أولياء للإمام الحسين عليه السلام، قلبي سالم من الحقد والحسد والمكر لهم. وكذلك المؤمنين، هناك قائد ولي هو سلم للإمام الحسين، أنا سلم له، قلبي سلم له. هناك مؤمنون مؤمنات مسالمون للإمام الحسين عليه السلام، وقلبي سلم لمن سالمكم. أيضا قلبي سالم من هذه الصفات الذميمة اتجاه هؤلاء.
لاحظوا مراتب، قلبي سلم للإمام، قلبي سلم لأوليائه، قلبي سلم للمؤمنين بخطه ومساره وهم عامة المؤمنين. وأمري لأمركم متبع. ثم بعد ذلك مسألة مقام النصرة، وهو مقام التضحية، وهو الذي بلغه أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. وعلينا أن نعتني متى ما حققنا المقامات الأربع، حينئذ لابد أن نوطن أنفسنا على الاستعداد للتضحية بالنفس والمال والأهل والولد، والتضحية بالدنيا بمناصبها ومالها ومكاسبها في سبيل أن أنصر القضية الحسينية، وأن أكون على استعداد للتضحية. واحد، علي أن أكون في مقام النصرة للمظلومين، علي أن أكون في مقام النصرة للمستضعفين، علي أن أحمل هم ديني، هم تبليغ الرسالة، هم تبليغ الدعوة، هم الأمة، هم الناس، هم الشعب، هم الفقراء. متى ما حملت هذه الهموم واستشعرت بها وتفاعلت معها وصارت لدي المقامات الأربع، أصبحت على استعداد أن أصل إلى مقام النصرة والتضحية الذي هو المقام الأعلى الذي وصله أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. متى ما تسلسلت في هذه المقامات وعملت بها، حينئذ أكمل هذه المقامات، خرجت من مرقد الإمام الحسين عليه السلام، عدتم سالمين إن شاء الله تعالى، غانمين إلى أهاليكم وبيوتكم إن شاء الله. ماذا يجب في الرحلة في هذا المنهج برحلته الثالثة؟ أن لا يكون يوم رجوعي وخروجي من مرقد الإمام الحسين عليه السلام كيوم بدء المسير. سأعود إلى أهلي ووطني إنسان آخر، إنسان يحمل هذه المبادئ ويعرف مقام الإمام الحسين عليه السلام ويعرف حق الإمام عليه. حينئذ نكون قد وفينا للإمام سلام الله عليه، وصار الواحد منا مصداقا من زار الحسين عارفا به أو عارفا بحقه. عارفا بحقه وجبت له الجنة. هذه المراحل التي ينبغي لنا أن نوطن أنفسنا على العمل بها في مرحلة المسير، في مرحلة الزيارة، في مرحلة العودة، وأحاول أن أحافظ عليها حينما أعود إلى مدينتي. ليس من الولاء للإمام الحسين عليه السلام أخي معي الآن، أنا أحبه وأحترمه وأتعاون معه وأجله وأقدره، هو حسيني مثلي، ثم إذا عدت بعد يوم من يومين أسبوع أسبوعين وإذا أكيد له، أحسده، أحمل في صدري الغله، أتقاتل معه لأسباب تافهة، أهجره من محلته ومدينته لأسباب تافهة. أي عطاء في هذه الزيارة حصلنا عليه إن كنا بهذا المستوى؟ لاحظوا إخواني، هذه المرحلة الثالثة التي حينما نعود إلى مدينتنا وأهلنا نحافظ على هذه المبادئ. لا يكون هذا أخي المؤمن الزائر أخي الآن، ثم إذا رجعت بعد شهر أو شهور أقول له عدو بقلبي وتصرفاتي معه، بل يكون حالي معه، صفاتي معه كالصفات التي جمعتها وإياه في رحلة الشوق والزيارة إلى الإمام الحسين عليه السلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أن نكون من الموفين بعهدنا مع الإمام الحسين عليه السلام، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.